ازاي اقدر استخدم اللاتكس سيستم عشان اقدر اعمل بيلد للدوكيمنت بتاعي واظبط البيزك فورماتنج بتاعته. ده اللي احنا هنتعلمه في الفيديو ده. لو احنا حابين دلوقتي نعمل creation ل our first latex document، كل سيتك مفروض تعمله ان انت تفتح ال your own favorite text editor المفضل ليك، اي text editor انت حبه، تعمل creation لfile الفايل ده dot text، بعد كده تكتب في السطور ديت اللي احنا هنكتبه هنا document بسيط جدا very simple. اول حاجة هنحدد نوع الدوكيمنت ده ايه. في حالتنا هنا انا حابب يكون الدوكيمنت بتاعي هو كلاس بتاعته ارتكل. بعد كده هستخدم الدوكيمنت انفايرمنت عشان اكتب التكست بتاعي، احط الكونتنت بتاعي within الانفايرمنت ديت. ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الانفايرمنت في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بعد كده تعمل كومبايليشن للتكست فايل ده، ايوه، وفي الاخر خالص تعمل فيو للريزلت بتاعته. خلينا نجرب الطريقه ديت. اول حاجه هعملها هعمل امتي فايل هسميه main dot text، وهفتح الفايل ده باي اديتور. انا هستخدم الجي اديت، انا شغال على الاوبريتنج سيستم لينكس. اول حاجه هعملها هحدد الكلاس بتاع الدوكيمنت بتاعي، وفي حالة ان هو انا هكتب ارتكل، هستخدم الانفايرمنت اللي اسمها دوكيمنت عشان احط الكونتنت بتاعتي فيها، وفي حالتنا الكونتنت هنا هو السول لاين ده لو لاتكس. سيف اقفل within the same directory. هفتح terminal وهكتب ال commands ديت. أول command هو بيعمل compilation للtext file ده ل pdf، pdf latex main.txt enter. طلع لك شوية فايلات، واحد منهم هو ال designated pdf file، ممكن تدوس عليه double click أو تكتب ال command ده يفتح لك ال pdf على طول. وده الكونتنت اللي احنا لسه كاتبينه في التكست فايل. الطريقة التانية، وهي نوعا ما الطريقة الأسهل شوية واللي معظمنا شغال بيها حاليا، هي ان انا استخدم IDE عشان ابتدي اعمل اكتب الكود بتاعي واعمل له كومبايليشن. اول حاجة هعملها هعمل برضو empty file main.txt وافتحه بالإديتور بتاعي، أي كان الإديتور الاي دي اي اللي انت عايز تستخدمه. انا عندي هنا mainly two IDEs، في عندي التكس ميكر وعندي الفيجوال ستوديو كود. اوريدي الاثنين دول بري كونفيجرد ان انا استخدم مع لاتكس، فانا هفتح التكس ميكر. اول حاجه هكتبها هو الاي دوكيمنت كلاس، وزي اي اي دي اي لو انت شغال على دوكيمنت معين افكر ان هنا التكس هو بيسهل حياتك شويه بانه بيديك سجستشنز وهنتس واوتو كومبليت طبعا از سبورتد باي ديفولت. فادي ارتكل او حاجه. تاني حاجه هستخدم الانفايرمنت دوكيمنت عشان اعمل دامب للكونتنت بتاعتي هلو لاتكس. سيف، اعمل كويك بيلد، وادي الجنريتد تكست فايل. ممكن اعمل طبعا زوم ان زوم اوت، كل حاجه ان جي اي، كل حاجه نيت وكلين. او في الحقيقه اللاتكس كومبايلر بيجي مع بري ديفايند دوكيمنت كلاسز وبري ديفايند تمبلتس. فور اكزامبل في كلاسز زي البوك، ريبورت، ارتكل، ليتر، وبيمر. بيمر ديت تايب اوف كلاسز اللي سادك ممكن تستخدمها علشان تعمل generation ل presentation using latex. ال basic syntax في latex بيتضمن declarations and environments. for example declarations، declarations ديت سيادتك بتقولها مرة واحدة بس، وال effect بتاع ال declaration ده بيفضل شغال until stated otherwise، وسيادتك ممكن تحط عليه
specific constraints and optional arguments. For example, declaration زي الدوكيمنت كلاس not the document اللي سيادتك بتكتبه، او انك تحدد ان تكست معين يكون السايز بتاعه اصغر من الطبيعي بالنسبه للتكست اللي موجود في الدوكيمنت. الانفايرمنت زي ما شفنا من شويه، الانفايرمنت زي الدوكيمنت انفايرمنت دي بتبقى كونستريند انفايرمنت within البيجن والاند بتاع الـ بتاع الانفايرمنت ديت. سيادتك بتكتب الكونتنت بتاعك، الكونتنت اللي جوه بس هو اللي هيبقى affected by this environment. environment زي itemize، environment زي enumerate، environment زي document، كل ديت ايه environments. انواع الارجمنتس اللي ممكن تدخل لانفايرمنت او لديكلاريشن، يما تبقى required arguments. for example document class لازم سيادتك required argument ان لازم تحدد نوع الكلاس بتاع الدوكيمنت اللي انت بتكتبه دلوقتي. طول الوقت الارجمنتس ديت بتبقى passed او بتبقى مكتوبه within curly braces. الاوبشنال argument هي arguments سيادتك ممكن تكتبها وتبعتها للكوماند او تبعتها للانفايرمنت، او سيادتك ممكن ما تكتبهاش خالص. لو انت هتدي optional argument لكوماند او للانفايرمنت لازم تكون في square brackets. for example اما تحدد في الدوكيمنت كلاس ان السايز بتاع التكست هيكون 12 points فهو ده optional argument، هيعمل override للديفولت text size في التكست فايل بتاعك. انواع الارجمنتس اللي ممكن تدخل للانفايرمنت او لديكلاريشن، يما تبقى required arguments. for example الدوكيمنت كلاس لازم سيادتك required argument ان لازم تحدد نوع الكلاس بتاع الدوكيمنت اللي انت بتكتبه دلوقتي. طول الوقت الارجمنتس ديت بتبقى passed او بتبقى مكتوبه within curly braces. الاوبشنال arguments هي arguments سيادتك ممكن تكتبها وتبعتها للكوماند او تبعتها للانفايرمنت، او سيادتك ممكن ما تكتبهاش خالص. لو انت هتدي optional argument لكوماند او للانفايرمنت لازم تكون في square brackets. for example اما تحدد في الدوكيمنت كلاس ان السايز بتاع التكست هيكون 12 points فهو ده optional argument، هيعمل override للديفولت text size في التكست فايل بتاعك. بالنسبة للسبيشال كاركترز اللي اوريدي متعرفة في اللاتكس سيستم، by default في set of special characters بتبقى جزء من السيستم اللي موجود في اللاتكس. for example عندنا backward slash latex اللي احنا لسه شايفينها من في الكومبايلد فايل بتاعتنا بيطلع لنا كلمة latex بشكل معين. ففي عندنا كمان برضو احنا عارفين ان الباك سلاش هي جزء من اللاتكس سيستم، بس انا لو انا حابب احطها في الدوكيمنت بتاعي فانا بكتب الكوماند ده باك سلاش، او بكتب باك سلاش تكست باك سلاش عشان اوريدي اللاتكس كومبايلر متوقع ان بعد باك سلاش هيبقى في كوماند معين بينادي على some feature موجوده في الكومبايلر. انا عايز اقول له لا، انا عايز اعمل فعلا عايز اعمل انكلوجن للباك سلاش في الفايل بتاعي، فانا استخدم الكوماند ده. في طبعا الكوماند اللي هو باك سلاش مود لو انا حابب احط المودلس علامه الموديولو في الدوكيمنت بتاعي. احنا عارفين باي ديفولت ان الموديولو ديت انا بستخدمها لو انا عايز اخلي سطر ما في التكست فايل بتاعي كومنتد، بقول له بكل بساطه للكومبايلر اعمل اجنور للسطر ده، فانا بستخدم موديولو مودلس. لو انا حابب اقول للكومبايلر لا انا حابب اعمل انكلوجن للسبيشال كاركتر ده في الدوكيمنت بتاعي، فانا بحط قبليه باكورد سلاش.
طب لو انت حابب تعمل further customization للدوكيمنت بتاعك في سيادتك، ممكن تستخدم already packages الكوماند عشان تقدر تستخدم الباكجز ديت، هو باكورد سلاش يوز باكج وذين كيرلي بريسز، تبتدي تقول له هي الباكج او اسم الباكج اللي انت عايز تستخدمها. فور اكزامبل سم باكجز زي جرافيكس، جيومتري، سيت سبيس، اي ام اس ماث، ليستنجز، اكس كولر يو ار ال، اند سو اون اند سو فورث. اوريدي معظم الباكجز ديت بتبقى موجوده في التمبلتس، فسيادتك مش مضطر تعمل لها inclusion. طب سيادتك دلوقتي في البيزك فورماتد حابب تحدد الفونت تايب، ففي بعض الكوماندز بتحدد لك الفونت فيس فيها. فور اكزامبل باكر سلاش انف للتكست ده، لو عايز تعمل انف للتكست بتاعك، تكست بي اف لو انت عايز تخلي التكست بتاعك بولد، لو عايز تخليه italic، and so on and so forth. هنلاقي هنا ال command بياخد within curly braces the required argument، التكست اللي هو المفروض يديله ال effect ده، وال effect already a مرسوم within curly braces date، بيوضح لك بس ال effect بتاعها هيبقى عامل ازاي في الاخر. ال font sizes في عندنا multiple predefined commands، سيادتك ممكن تستخدمها علشان تعمل further customization للفونت سايز. فور اكزامبل backslash tiny text within curly braces، لو انت استخدمت الكوماند ده جنبيه على طول او معاه على طول في البريسز ديت التكست هيصغره، هيبقى الافكت بتاع الكوماند ده على التكست ال within ال curly braces. For other example لو شاتك عايزه يبقى small normal size large large and so on and so forth. تاني الافكت بس احنا هنا بنشوفه بالافكت ده، يعني ما تيجي تكتب backslash huge او جنبها تكست معين in the curly braces ديت، التكست هيبقى منظره في الاخر بالشكل ده. احنا بنوريك بس الافكت بتاع الكوماند ده على التكست ال already included معاه في ال curly braces. سيادتك ممكن تعمل alignment ل paragraphs او sentences within the document بتاعك، فاما تبقى ال alignment يبقى centered، ده بنستخدم environment center، وتكتب التكست بتاعك او الدوكمنت بتاعك او الكونتنت باي اند لارج، او سيادتك عايزه تخليه ناحيه اليمين فهتبقى فلاش رايت، او تخليه ناحيه الشمال او فلاش ليفت. تاني سيادتك بتستخدم واحده من الثلاثه دول عشان تحدد الالاينمنت بتاع الكونتنت بتاعك، مش بتستخدم الثلاثه. بالنسبة للسبيسينج، by default المارجنز البيلت ان او الديفولت سبيسينج هي بتاعتها هي 1.5 انشز and 1.875 انشز. لو سيادتك عايز تحدد المارجن قيمة مختلفة غير دولة، فانت بتستخدم الباكج اللي اسمها جيومتري، وبتديلها اوبشنال ارجمنت هو المارجن الجديد اللي انت عايزه. وفي حالتنا هنا انا عايز المارجن بتاعي بيبقى بهاف انش. طب بالنسبة للباراجرافز and other other breaks، سيادتك ما بين لو عايز تعمل separation او تعرف باراجراف عن تاني، فانت بتكتب الباراجراف الاولاني وما بينه وما بين الباراجراف التاني بتسيب سطر فاضي. طب لو سيادتك عايز تفرض سطر جديد، فانت بتستخدم double backward slash to force a new page. سيادتك لو عايز تستخدم new page او تحط صورة صفحة جديدة، فانت بتستخدم new page command او clear page. Other spacing لو سيادتك حابب مثلا تحط اكتر من مسافة ما بين كلمة والتانية، فانت بتستخدم التلدة notation. فانت او سيادتك ممكن تحط تعمل enforcing ل horizontal space بمقدار 1 inch باستخدام الكوماند ده with required argument ال distance اللي انت عايزها، او vertical space في حالتنا هنا تبقى 1 inch. طب بالنسبة للليس، مين اللي احنا عندنا by default ليس الاوردر بتاع الايتمز اللي موجودة فيها insignificant، وليس الاوردر بتاع الايتمز اللي فيها significant. For example عندنا البولتد
lists. هي list ال order بتاع ال items فيها مش مهم، فأنا إزاي أقدر أعمل creation ل list بالمنظر ده؟ بستخدم ال environment itemize، وال content بتاعتها بتبقى بالمنظر ده. أحط مجموعة من ال items، وكل item لازم يتحط قبليه ال command item ده. لازم أعرف أعمل label لأن السطر ده أو إن ده item واللي وراه item تاني، هيظهر لي ال items بالمنظر ده. طب بالنسبة لي ال numbered list، أنا عايز ال items اللي موجودة في ال list ديت ليها أرقام 1 2 3 A B C أو أي other numeric system. فأنا بستخدم ال environment enumerate ال items اللي موجودة جواها. بستخدم ال item command عشان أعرف ال item ده، فهياخد ال item ده رقم، ال item اللي ورا ياخد رقم تاني وهكذا.